الله الرحمن الرحيم وابغالا سبيل عبدك بالحكمة والمرآة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة معناها وضع الأشياء موضعها ومواضعها، هذه تسمى بالحكمة. الحكمة العلمية والحكمة العملية. الحكمة العلمية معناها أن تعرف كل شيء حسب واقعه، هذه مقدرة، هذه زوجية، هذه غرفة، هذه ساعة. بالخلاف لو أنه علمت بأن المكبرة زوجية أو كان جهلا مركبة، أو قطعت بأن الساعة مكبرة، هذا خلاف الحكمة النظرية والحكمة العلمية. الحكمة العلمية معناها أن تضع الأشياء مواضعها في فكرك وذهنك، هذه حكمة علمية وحكمة نظرية. الحكمة العملية معناها أن تضع الأشياء في الخارج مواضعها، يعني أنه تفرش الزولية في وسط الغرفة، مو أن تجمعها وتحطها إلى قطر، وتبني المرحاض مثلاً دورة المياه في الموضع المناسب، لا أن تبني دورة المياه في وسط المدرسة. وعلى هذا المعدل الحكمة العلمية والحكمة العملية. الحكمة العملية معناها وضع الأشياء مواضعها، هذه تسمى حكمة عملية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني أعرف كيف تدعو، معناها من تدعو ولمن تدعو وكيف تدعو وما أسباب الدعاية وما مقومات الدعاية وما أوقات الدعاية وما الأساليب المكتنفة بالدعاية، أن تعلمها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. إذا أردنا نحن أن نلخص الحكمة التي يجب علينا اتباعها في سبيل إمكانية هداية الناس وفي سبيل إمكانية رفع المنكرات وفي سبيل إمكانية قيام الدولة الإسلامية، نلخص الكلام في كلمتين: نحن بحاجة إلى خلفية علمية عريضة. أي مبدأ، أي دستور، أي حزب، أي حكومة، أي منظمة، أي جهة لا تقوم إلا على العلم. هل بالإمكان أن تقوم الشيوعية بغير علم ولو أنها مزيفة؟ هل يمكن أن يقوم الإسلام بغير علم؟ هل يمكن أن تقوم المسيحية بغير علم؟ هل يمكن أن تقوم البهائية بغير علم؟ هذا علما عريضا، مو علما منابر نصعد فوق المنبر ونقرأ، أو علما نؤلف بسببه كتابا صغيرا وننشر، أو علما نتمكن من التكلم مع إنسان 4 أو 5 أو 10 كلمات. لا لا، العلم العريض الذي يصلح أن تكون خلفية، وهذا شيء مجهد مجهد، مو شيء صغير واقع. يعني أنت الآن لو أردت أن تقوم الإسلام، هل تتمكن أن تقول للناس ارجعوا إلى القرآن؟ هل تتمكن أن تقول للناس ارجعوا إلى الأحاديث؟ هل تتمكن أن تقول كان لنا عالم اسمه نصير الدين الطوسي قبل 700 سنة، أو عالم اسمه الشيخ المفيد قبل 1000 سنة؟ الآن يريد منك أن تتمكن أن تتكلم في المنطق الديالكتيكي، في المنطق الهيجلي، في منطق سارتر، في منطق نيتشه، ومنطق هؤلاء يحتاج إلى دراسة إلى الجامعة. لأن سارتر خريج، وماركس خريج، وهيجل خريج، ونيتشه خريج، كما أن أرسطو وأفلاطون وجالينوس خريجون أيضا.
أنت تريد أن تقابل أولئك، لا تريد أن تقابل البقال هنا أو العطار هنا أو طالب مدرسة خريج الثانوية أو خريج الابتدائية أبدا. أنت تقابل ذاك لأنك تريد تزحزح قاعدة ذاك وإرساء قاعدتك في مكان قاعدة ذلك. الأنظمة التي الآن آخذة بأخناق الناس وبأكرامهم في العالم، أنظمة مرتكزة على الجامعيين. حتى الآن أغلب دول العالم رؤساؤها وزراؤها كونغرسها برلماناتها ما أشبه، هؤلاء أفضل الخريجين يصلون إلى رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزارة، إلى ما أشبه، غير البلاد الدكتاتورية بطبيعة الحال. لا نتكلم حول البلاد الدكتاتورية، لأن البلاد الدكتاتورية أيضا يعتمدون على مثل أولئك. فبحاجة أنت إلى كتاب طويل عريض عميق وعلم طويل عريض عميق حتى تعرف صاحب ماذا يقول وكيف يتكلم وكيف ترد وما هو مبانيك وما هو مبانيه. إذا لا تعلم سلاح العدو هل تتمكن أن تقابله؟ وإذا كان سلاح العدو متفوقا على سلاحك هل تتمكن أن تقابله؟ أبدا لا تتمكن. في واقع علم سلاح، نوع من السلاح. إننا بحاجة إلى الأناس الذين يريدون تقديم الحياة ودفع المنكر وإحقاق الحق، يحتاجون إلى علم عريض عريض عريض، ومن أعرض العلوم يحتاج الحقيقة. ولذلك شوف الآن كل الحركات التي تقوم في العالم خلفيتها علماء. هذا كاسترو، فيدل كاسترو في أمريكا الذي قام، هذا دكتور. وكذلك كان عندنا في العراق وما أريد أسميه، وفي إيران وما أريد أسميه، وفي غير أماكن ما أريد أسميها، هؤلاء الذين يقومون بالحركات الشرقية أو الغربية وراءه علماء من نوعهم بطبيعة الحال. فأنت تقابل ذاك ولا تقابل هذا العطار أو البقال أو البزاز أو الطالب الابتدائي أو الإنسان المقدس المتدين في المسجد. أنت لا تريد أن تزحزح هؤلاء، تريد أن تزحزح ذاك المبنى. ولذا الإسلام يصر على العلم. الحكمة كلمتان، الكلمة الأولى العلم العريض الذي لا يعرف كللا ولا مللا. لازم الناس يقولون فلان ثورة، هذول الذين شيتوا عليها هؤلاء جهال، صح لا شك فيه. أما من وراءهم؟ أنت تنظر إلى الثورات هي هي أو أن معلها خلفيات وورائيات؟ لماذا أغلب الثورات التي تكون في البلاد الإسلامية هي ثورات شرقية أو غربية؟ سرها أن هؤلاء هم علماء، وإنما وراءهم علماء يقودونهم، علماء في التخطيط، في الاقتصاد، في التفكير، في السلاح، في كل شيء وراءه علماء. هؤلاء العلماء هم الذين يقودون هذه الثورات. ولذا في الأيام الأولى من الثورة، الثورة الوطنية، وبعد أيام قلائل تظهر إما شرقية وإما غربية، لا أكثر ولا أقل، لأنه مو مرتكز على العلم، مرتكز على علم أولئك، مو على علم إسلامي نابع من نفس المنطقة أبدا. ما هو بعد أيام قلائل تستند إلى أولئك أو إلى أولئك، لا أكثر ولا أقل. وهؤلاء الذين الآن آخذون بزمام الحياة في الشرق والغرب من هم؟ هم ماركس، ماركوز، هيجل، نيتشه، سارتر، ومن أشبه من هؤلاء، داروين، فرويد. هذا الشيء الأول الذي يسمى بالحكمة، يعني أن تعرف كيف تدعو. اليهود والنصارى الذين كانوا يأتون إلى رسول الله ويجادلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، راجعوا تاريخهم، الرسول كان يتكلم معهم بشيء أقوى من علمهم. الجبهة العلمية سيد كان مع الرسول لا شك، لكن الجبهة العلمية أيضا كانت مع الرسول. لماذا مأمون العباسي وهارون العباسي والمعتصم والمعتمد ومن قبلهم ومن بعدهم كانوا يريدون سلب العلم عن الأئمة؟ يعني يقولون هذول عندهم خلفيات علمية تحطم خلفياتهم.
ولماذا الأئمة كانوا مخدومين إلا في إظهار العلم؟ ما كانوا أبدا مخدومين في إظهار العلم، بكل صراحة يحطمونه مهما كان. الإمام الرضا كان يتقي عن المأمون، لكن في المقام العلمي ما كان يتقي منه. الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام المجتبى والإمام الهادي كانوا يتقون عن خلفاء زمانهم، أما في المقام العلمي أبدا ما كانوا يتقونهم، يحطمونهم تحطيم ولو في المجلس العام، لأن الشيء يحتاج إلى خلفيات، ونحن أيضا اعتمدنا على هؤلاء لعلومهم. الرسول إذا كان والعياذ بالله ولا سمح الله رجلا جاهلا، هل كان نعتمد عليه؟ رجل جاهل مو قابل للاعتماد. رجلا أعلم، لماذا شرط الإمام أن يكون أعلم من في زمانه؟ لأنه يريد يحطم سائر المبادئ، وتحطيم سائر المبادئ لا يكون إلا بأن يكون أعلم، حتى يستند المجتمع عليه دون سواه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، حكمة وضع الأشياء موضعها ومواضعها، وموضعها ومواضعها كلمتان. الكلمة الأولى الخلفية العلمية العريضة. إلى الآن شوف طلاب المدارس أو غير المدارس في إيران، في العراق، في الخليج، في لبنان، في أي مكان، إذا وقعوا في مجادلة مع شيوعي أو مع بعثي أو مع قومي أو مع شرقي أو مع غربي أو مع رأسمالي، عنده عالم يأتي إليه ليحل له المشكلة، وإلا هو الطالب المسلم يعرف أنه حطم. إذا ما كانت هذه الخلفية العلمية، هذا كان يعرف أنه ما عنده خلفية، والخلفية بسرعة ينتشر في المجتمع. يعني افرض فرد عالم موجود فرضا في الكويت، او فرد عالم موجود فرضا في العراق، كل المتدينين يشخصون اليه، يعني يعرفون انه في وقت الحاجه هو الذي يحقق، وهو الذي يقابل، وهو الذي يجاهد، وهو الذي يناظر. نفس الشيء شيوعيين عندهم شيء، العلماء دكاتره، بعثين عندهم دكتور دكاتره، عقلك شنو؟ ودكتور البحث مش العقلق منه، دكتور البعث لأنه خريج جامعة، يعرف لغات، يعرف مبادئ، يعرف كذا، فهو الشخص الأول في الحزب. أما أن الإنسان يتصور أنه يتمكن من السيطرة على الحياة بغير علم عريض عريض عريض، هذا يكشف له الزمن زيف فكره. بعد مدة يأتي زمان ويكشف هو بنفسه بعد 30 سنة، بعد 50 سنة، بعد 60 سنة، أنه فكره كان مزيفا، وأنه يجب أن يتأخر في أخير القافلة. هذا هو الشيء الأول الذي الإنسان بحاجة إليه. تعجن إلى ماذا؟ وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة العلمية. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني الذي نحتاج إليه والذي يسمى بالحكمة أيضا، ومعنى الحكمة وضع الأشياء موضعها، الحكمة العملية. الحكمة العملية يعني شنو؟ يعني تعرف كيف تساير الاجتماع، وتعرف كيف تأخذ النتيجة من الاجتماع. الأخلاق الاجتماعية، شوفوا الله سبحانه وتعالى لما يعرف الرسول يقول إنك لعلى خلق عظيم. قلنا هذا في مرة، خلق يعني مو سلام وصباح فقط، هذا من جملته. الخلق يعني كيف تدير، هذا من أهم الأمور. فرد واحد لما فرضا كان سرية من باب المثال، 5 سنوات من عمره سري مشهور، بعدين هذا إلى 100 سنة يتوب الناس من يعقوب بن عمرو. فمثلا في المجتهدين الآن الذين يقلدونهم الناس، مجتهد الشيعة، هؤلاء يبحثون أنه هل كان له زلل من أول كونه طلبة إلى الآن الذي تسمم مرجع التقليد ولا. إذا شافوا في زلل يشوفون القاعدة الكلية. هذا طبيعي في طبيعة البشر، هذا شيء موجود. الأخلاق الاجتماعي ليس معناه أنك تكون حسن السلام والصباح، وإنما معناه أن تكون كيف تدير الاجتماع، كيف تكون أخلاقك،
كيف تتمكن أن تعاشر الناس وتعايشهم حتى لا تستفزهم؟ هذا كلش مهم في الحقيقة. من الممكن أن تبني هنا في هذا المكان مكتبة، والمكتبة ضرورية لا شك فيه، لكن هل معنى ذلك أن تستفز من هم حول المكتبة؟ هؤلاء الذين استفززتهم حول المكتبة ذات يوم يأتي ويقوضون مكتبتك، لأنك ما عرفت كيف تزرع هذا الشيء، تزرع هذه المكتبة أو هذه المدرسة، أو تزرع كيف كتابتك في الاجتماع، أو كيف تزرع خطابتك في الاجتماع. في صالح الحلي الله يرحمه كان في الخطيب جدا بارع، لكن كان في لسانه انحراف، حرم من ذلك، مع العلم أنه شيخ الخطباء بلا منازع في علمه وشخصيته. وبعد ما حرم منبره كانت عند عشيرة وكانت عند عربية، وهو مجتهد أيضا، يعني تلاميذ محمد كاظم في الطباطبائي يزدي، لما حرم منبره بعد ذلك اضطر أن يتوب وتاب، وكان يصعد المنبر عشر الناس ما كانوا يجلسون تحت المنبر، كانوا يقولون هذا الذي حرم منبره لا يجلس بعد ما يجلس. هذا كلش مهم، إلا أن الإنسان غالباً لا يعتقد بهذا الشيء، ويأتي يوم يكشف اليوم زيف فكره وأنه تأخر إلى أخيه القاتل. وغالباً العلماء المغرورون والعاملون المغرورون يبتلون بهذا الشيء. كان عندنا كتاب العالم الله يرحمه عصر، في الحقيقة هذا كان من أكبر العلماء علماً، وأنا درست عنده بعض الدروس. فرد رجل حاذق مجتهد متنوع منتهش كان في العلم، واقع وقع يتفجر العلم من تفجر. مع ذلك كان وكيلا صغيرا لسيد البروجردي، بينما هو اعلم من سيد البروجردي قطعا، لان اخلاقه لا تصاح لا اكثر ولا كلش. هذا مهم، ان الحكمه العمليه نعرف كيف ندير الاجتماع، نعرف كيف نعاشر الناس، نعرف كيف نتكلم. أنا بعد مرة فكرت أن الأحزاب الإسلامية التي رأيناها وفي زماننا كانوا، لماذا هؤلاء كلهم سقطوا بالإجماع؟ سقطوا حزب الإخوان المسلمين كان في مصر، سقط 50 سنة عملوا 12 إلا صنع شف واحد متدرج يمشي كتاب. حزب التحرير كان في الأردن والشام ولبنان سقط. حزب المودودي كان في باكستان وعمل 50 سنة سقط. حزب الأعيان الإسلام في طهران هو صفوة ونشبة سقط، وأحزاب أخرى حزب الماشوني في أندونيسيا وغيرهم وغيرهم. لماذا هؤلاء كلهم سقطوا؟ هل في الإسلام عين؟ بعد فحص دقيق رأيت أنه يعني فحص مدة من الزمان أن الأخلاق العملية لهؤلاء كانت منحرفة. والآن أشير لكم شلون الأخلاق العملية كانت لهم منحرفة. مثلا من جملة المثال حزب الإخوان المسلمين، وهذا أعرض الأحزاب الإسلامية في البلاد الإسلامية، كانت وذات مرة وصل عددهم إلى 5 ملايين، وفيهم الدكاترة وفيهم المهندسون وفيهم الأطباء وفيهم الشخصيات وفيهم المدرسون، وحتى جمعية الإصلاح هنا إلى اليوم من عضوهم سيد يوسف الرفاع وهم كان لهم وأفراد بكثرة. هؤلاء اشتباههم الذي سبب سقوطهم أنهم كانوا يحاربون الأزهر. أزهر يقولون هؤلاء علماء جامدون، فيها 40,000 طلبة، طلاب العلوم الدينية، كانوا يقولون إذا لم يجامدون إذا لم يفهمون إذا لم يشتغلون يسبوها أزهر ما خلت تسبوهم. المجتمع راحوا مع من؟ مع الأزهر، لأن هؤلاء خطبوا المساجد والعلماء والمؤسسون، بقي الإخوان المسلمين وحدهم ضربوا، لأنه لم يكن معهم المتدينون ولم يكن معهم العلماء بغرورهم. في كتبهم كانوا يسبون الأزهر وشيخ الأزهر وطلاب الأزهر، وإذا لم يجامدون إذا لم يفهمون هذا المتأخرون ضربوه وانتهوا كلهم. 50 سنة من العمل لا شيء. حزب الموجود في باكستان نفس الشيء، ابتلي
في باكستان السنة لهم قاعدة عريضة جدا وعلماء بكثرة عندهم. قطع نظر عن الشيعة، الشيعة ما كانوا مربوطين بالموضوع دي أبدا، وإنما كان السنة. وهو تمكن أن ينفذ في الجامعات الباكستانية والهندية، ووصل إلى حد أنه ملايين من الشباب قالوا من أنصاره، جاء بوتو وجاء اسكندر مرزا وجاء فلان وجاء أيوب خان وجاء ضياء الحق كلهم، وهذا لم يأتوا. أما الشيعة ما كانوا يؤيدونه شيء واضح، وأما السنة كل العلماء كانوا مخالفين له. حتى ذات مرة كتبوا مضبط علماء باكستان ومضوه 100 إمضاء في تكفير أبو الأعلى الموجود، تكفير موجود، لأن هذا كان الحال بالعلماء لا أكثر ولا أقل. يقول احتشام الحق لا يفهم، وكان لا يفهم عبد العزيز الدهلوي لا يفهم، ولا يفهم من كلهم. تأخر وتأخر 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 حتى أن نفس حزبه أسقطوه، الآن سقطوه عن رأس الحزب وسقط وخروه، قالوا أنت ما تصنع، لأن 50 سنة غششتنا، 50 سنة ما قدمتنا ولا شبرة. الأخلاق الاجتماعي ما كرر، هذا آفة عاملين المغرورين أخيره السقوط بعد 50 سنة يرى نفسه ساقطا. هذا الشخص الثاني في ديان الإسلام، أنا شفت رئيسهم جاء إلى كربلاء وزرت رؤوس المجتمع النواب الصفوي واقع، وعنده جماعة كثرة هائلة في إيران، لكن ابتلي بنفس الشيء. وأظن أنا قلت له هذا الشيء بنفسي في كربلاء، أظن هذا كان يقول فليسقط العلماء كلهم. وحتى في قوم اجى وخطب في المدرسه وقال بردوات بروجردي في ايام السيد البروجردي المرجع الاعلى للشيعه، يعني فليمت البروجردي، وكان يهدد الخطباء ويهدد العلماء وكذا. هو كان لا شك مخلص، كان لا شك، لا انا لا اشك في اخلاصه، لكن المخلص مو على ما يشتري. لهذا المتدينون توخروا منه، بقي معه جماعه، الحكومة ألقت القبض عليه، ما توسط له معمم أبداً. لأن المعممين قالوا إذا هذا جاء إلى الحكم من يقتلنا إلنا يقتلنا، لأن هو كان يقول هالشيء، يقول هالمعممين أحق بالقتل، يقول هؤلاء هم الذين أخروا الإسلام. نتيجة شنو؟ نتيجة سقوطه هو بنفسه وحزبه العريض العريض. المهم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة العلمية أولاً والحكمة العملية ثانياً، يعني أن الإنسان يجب عليه أن لا يأخذه الغرور إذا صار عالماً، ويجب أن لا يأخذه الغرور إذا صار عاملاً أبداً. عالم وعامل وغير مغرور، هذا يعني. وهذا كلش مهم في الحقيقة، لأن الإنسان من طبيعته أنه إذا شاف شوية عند علم شوية ألف كتاب ويصعد منبر لا بأس به، كم واحد التفوا حوله، أو مثلا شوية عمل بنا مدرسة بنا مكتبة بنا مسجد، هو بعد يشتغل في سب الناس وأنا الشخص الوحيد. هذه طبيعي، هذا من أساليب الشيطان. اقرأوا كتاب جامع السعادات في مادة الغرور، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة العلمية، وضع الأشياء موضعها علميا، والحكمة العملية، وضع الأشياء موضعها عمليا. وإلا أقول فالكتاب كان صادر في العراق قبل 20 سنة، اسمه الكتاب الكنجد على وزن المنجد، هو كان كتاب انتقادي، لكن انتقادي جميل، كلش جميل، كان ينتقد. من جملة يقول أن بعض الناس يبدأون حلاقين وأخيراً يصبحون نجارين، كيف؟ يقول أنه هذا الحلاق موسى ما له تصبح غير صالحة للحلاقة، لأن لا يواظب عليهم، فيشوف على أنه باب دكانه يحتاج إلى شيء من الإصلاح، يجي ويا نفس الموسى يقوم ينجر باب الدكان.
ناس بعد ما يجون عنده الحلاقة، وجيرانه يظنون أنه يعرف هذا الشيء، هذا يدعوه لإصلاح بابه وهذا يدعوه لإصلاح بابه. وأخيرا شنو؟ ابتدأ حلاقة وأخيرا نجار. قسم من الناس فاضل. هو كمثال كان يجيب هذا الشيء، وكتاب جدا جميل كان واقع وانتقاد. هذا كلش مهم، الإنسان يشعر بأنه إذا بدأ إلى ماذا ينتهي. أما الباقي شيء طبيعي، أما هل بدأ إلى ماذا ينتهي هذا المهم، وهذا يحتاج إلى علم عريض أولا، ويحتاج إلى فهم لكيفية الأخلاق الاجتماعي والعمل الاجتماعي. وإلا صدقوا هالجماعة قاعدين هنا، وإن شاء الله تعالى كلكم تصبحون علماء، وكلكم إن شاء الله تصبحون عاملين، وكلكم تصبحون مؤلفين، وكلكم تصبحون مؤسسين. أن الغربيين والشرقيين ماخذين بأكظامنا إلى حيث لا تتصور، ولا أتصور أنا، هؤلاء إلى أبعد الحدود يفهمون الحياة، وهؤلاء إلى أبعد الحدود ما يخلون متنفس يتعرف. قال لي ما دام أنت في المدرسة وعندك شهر أربع أشخاص وفرد منبر ضعيف وفرد كتاب ضعيف فما تشاء، أما إذا أردت شوية زيادة خمر لا تكون في البلاد، لا هي زيادة تعدي، الربا لا يكون في البلاد هذا تعدي، سفور لا يكون في البلاد هذا تعدي. ولا تصورون في إيران 50 سنة ألوف العلماء ما تبقين من هذا الشيء أبدا، ألوف العلماء وفيهم المخلص وفيهم الذي دخل في البرلمان مؤلف وفيهم الخطيب وفيهم كل شيء، كيف ما تبقين؟ لأن الذين هم وراء السفور أقوى من هؤلاء، هؤلاء الذين وراء القوانين المزيفة أقوى من تفكيرنا الصغير، والذي ليس له قاعدة علمية ولا قاعدة عملية متينة. ذات يوم جاء إلى كربلاء رجل رئيس الوزراء كان ذات اليوم عبد الرحمن البزاز، هذا الرجل كان عنده نوع من الحب للإسلام أو كان يظهر هذا الشيء، لأن المعروف أنه كان من الإخوان المسلمين ذات يوم وألف كتبا إسلامية، وكان من النوع الفاهم. وجاء إلى كربلاء قال العلماء من جملة إلى مقبرة الوالد الله يرحمه، الوالد وجماعة من العلماء كانوا قاعدين، أنا من جملتهم كنت، أنا قلت له، أنا شخصيا قلت له، أنت الآن جئت إلى الحكم وعندنا كتاب، ما معنى بقاء هذا الكتاب في العراق؟ والعراق كما تقولون تحررت بالنير الاستعمار. كتاب وليكن على علمكم أيضا لا بأس به، الكتاب اسمه قانون العقوبات البغدادي، يعني كل إنسان يدخل السجن، كل إنسان يغرم، كل إنسان يعدم، كل إنسان يسفر، كل إنسان يطبق عليه قانون عقوبات، مستقاه هذا الكتاب من قبل 60 سنة وإلى اليوم اللي أتكلم عنه الآن. وأول هذا الكتاب مطبوع، والنسخة عندي الآن موجود في كربلاء، لعل هذه الورقة شالوها مني بعد ذلك، بعد اللي أنا تكلمت فيه عبد الرحمن البزاز، لكن الكتاب موجود. يقول في أول الكتاب إني السير فلان، فرد اسم إنجليزي، قائد الحملة البريطانية إلى العراق. اسمعوا اسمعوا يا شباب ويا طلاب في المستقبل ويا علماء في المستقبل، يقول إني في أول الكتاب قانون العقوبات البغدادية، القانون كل العقوبات التي تنصب على إنسان في العراق مستقاه الكتاب. يقول إني في أول الكتاب إني السير فلان، كيف فرق اسم إنجليزي، القائد الحملة البريطانية إلى العراق، يعني منو؟ يعني المستعمرين، وهذا القائد مثل مشي ديان مثل الغفرب أو مثل بيهن، أقر وآمر بتنفيذ هذا القانون في العراق. وهذا القانون موجود في أيام الاحتلال الإنجليزي، راح الاحتلال الإنجليزي، وهذا القانون موجود في زمان فيصل الأول مات، والقانون موجود في زمان الغازي ذهب،
والقانون موجود في زمان رشيد علي الجيلاني الذي ثار صورة ضد الإنجليز. راء. والقانون موجود في زمان فيصل الثاني. والقانون موجود في زمان عبد الكريم قاسم. والقانون موجود في زمان عبد السلام عارف. والقانون موجود في زمان عبد الرحمن عارف. حيث عبد الرحمن البزاز جاء وزار المرأة قبل هؤلاء. أنا قلت له أنتم تقولون إننا خرجنا عن الاستعمار، فما هو هذا القانون الذي يصرح في أوله بأن الاستعمار هو الذي أمر بتطبيق هذا القانون؟ أليس في العراق قضاة؟ أليس دكاترة؟ أليس علماء؟ أليس محامون؟ أليس فاهمون؟ لماذا هذا القانون يطبق في بلادنا؟ هو ما قال شيء وإنما أجابني بضحكة فقط. قلت له إذا تريدون تقررون هذا القانون أيضا في البلاد اشلعوا هذه الورقة، لأن هذا سك الاستعمار والاستعمار. أفرض أنه فرضا من باب المثال في مصر تجد كتابا يقول إني بيغ آمر بتطبيق هذا القانون في مصر، والفرض أن رسالات يقول إني أحارب بيغ، ما تقول أن رسالات شنو هذا الكتاب؟ وشلون أنت الذي تحاربهم وتدعي أننا مستقلون عنهم كتاب في أوله أن بيغ أمر بهذا الشيء وهو قائد حربك؟ وما قال لي شيئا أيضا مرة ثانية، شاهدي على الإسلام وشاهدي على قوانين الإسلام وشاهدي على إنقاذ المسلمين، شاهدي على هذا الموضوع. قسم من الناس يتصورون أن هذا شيء سهل بسيط، ليس علينا إلا أن نتجمع، وليس علينا إلا أن نؤسس، وليس علينا إلا أن نؤلف، وينتهي كل شيء. أبدا أبدا. إن التاريخ يفهمهم زيد هذا التفكير بعد 50 سنة، كما أفهم إخوان المسلمين زيف فكرتهم، وأفهم الموجودي زيف فكرته، وأفهم نواب الصفوي زيف فكرته، وأفهم رئيس التحرير، رئيس التحرير ما قبل أيام ما قبل رئيس التحرير زيف فكرته، لم تحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم ينقص ولم يزد، بالعكس قبل 50 سنة أفرم السحور كان 2%، الآن 98%. كانت الخمور في عاصمة إسلامية، إني قرأت، إني شخصياً قبل 10 سنوات قرأت عاصمة إسلامية أن مواضع الخمور، دكاكين الخمور في تلك العاصمة 12,000 محل للخمر في عاصمة إسلامية. بعد سنتين من القصة كان أحد أصدقائي جاي من تلك العاصمة، قلت له هذا الشيء، قلت لماذا بلدكم هكذا 12,000 مخمر فيه؟ قال سيدنا هذا الشيء اللي يتبون هو من التجار الذين يفهمون وعندهم أشكال إحصاءات. قال الشيء الذي أنت تقوله إنما كان ما قبل سنتين، وبالحقيقة أنا قبل سنتين رأيته في المجلة نفس الموضوع، أما الآن الذي تتكلم معي الآن 14,000 الإحصاء الرسمي، يعني في ظرف سنتين أضيف 2,000. شاهدنا في شنو؟ شاهدنا في أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، تحتاج إلى تعقل. وإلا الله أخو مور أخو قمار أخو فجور أخو زنا أخو ربا أخو كل شيء أخو، أنت موجود أيضا، مسجد موجود، خطيب موجود، كتاب ديني موجود، رسالة مال فلان عالم موجود. هذا مو مهم، حتى في أمريكا تتمكن في صناعة السنة، روح إلى لندن اصعد المنبر كل أحد يقول لك شيء، روح إلى لندن اشتري مؤسسة إسلامية كل أحد يقول لك شيء، روح إلى لندن واصعد منبر صل الجماعة كل أحد يقول لك شيء، ألف كتاب كل أحد يقول لك شيء. الشيء الذي يقال أن ضد الإسلام يذهب والإسلام يأتي مكانه، وهذا هو الذي نحن مكلفون به، وإن صعود منبر كلنا نصعد، صلاة جماعة، صلاة جماعة شنو يعني؟ أنا أصلي في البيت أجي هنا أصلي لا أكثر ولا أقل، وتأليف كتاب هاي مفخرة حتى أقعد في المجالس أقول أنا من المؤلفين، أكثر من هذا؟ وأبني مدرسة حتى يقولون محمد مؤسس، على قول أحد علماء أصفهان كان يقول هذني حتى العجائب يتمكنون يسووه، عجائب يتمكن يسووه،
صدق مع فلوس تسوي وقت. فقوم والله. أنا ما أريد أن أقول لكم لا تصلوا جماعة ولا تصعدوا منبر ولا تعلفوا كتاب ولا تعسوا مؤسسة. لا بالعكس كلها اسمعوا. إني أريد أن أقول لكم هذه مو مهم. ما وراء هذا هو المهم. إذا تمكنت أن تنظف بلدا من الخمر قبل إذا تمكنت في بلد أن تجعل قوانين الإسلام مكان القوانين الكافرة التي جاءت إلى بلده إذا تمكنت أن تجعل من الجامعة فتيات محجبات ومنفصل عن الجامعة ذات الفتيان هذا المهم صح عن الفصل إذا تمكنت أن تجعل بنوك بلدك لا ربوية هذا المهم لأن هذا هو الشيء الذي أزحت الاستعمار وقوانين الكفار وجئت مكانها بقوانين الإسلام وهذا ما لم يتمكن عليه لا التحريريون ولا الإخوان المسلمون ولا المودوديون ولا النواب الصفويون لأنهم حسب زعمي كانت تنقصهم الحكمة الحكمة العملية بصورة خاصة من الضروري علينا أن نفكر في الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وقلنا الحكمة وضع الأشياء مواضعها ومعنى وضع الأشياء مواضعها يعني أولا تحتاج إلى قاعدة علمية عريضة وثانيا تحتاج إلى خلق اجتماعي تتمكن أن تجمع الاجتماع وتجمع حتى تبني على هؤلاء الاجتماع أسس الإسلام إذا تمكنت من هذه الشيئين عدم استفزاز الناس عدم التعليق عدم رؤية النفس أفضل من الآخرين لأننا من العلماء العاملين وهم من الكسالى النائمين لأن هذا تفكيرنا نحن دائما هالشكل في الحقيقة فلد مدرسة بالدنيا ونطع أن كل الناس معل على خطأ ومن هذه الأمثلة بكثرة إذا تمكننا من الدعوة إلى الله بالحكمة فسبب الغض الحسنة والذيهم بالتي يعطل لها مجال آخر إذا تمكننا من هذين الشيئين القاعدة العلمية العريضة والخلق الاجتماعي الذي يأتي بالبناء إذا تمكننا من هذين الشيئين فصدقوا بعد 20 سنة بعد 30 سنة بعد 40 سنة يأتي دور الإسلام إلى البلاد الإسلامية ولا يوم يأتي فروض ويوم يأتي ماركس ويوم يأتي هيجر ويوم يأتي ماركوس ويوم يأتي نيتشه ويوم يأتي سارتر ويوم يأتي عفلق ويوم يأتي مشير ويوم يأتي زيد ويوم يأتي عبيد ويوم يأتي ويوم يأتي ويوم يأتي وأنت أخير القافلة إذا في بلدك فأنت مضطهد وإذا في غير بلدك فأنت طريد هذا جراء طبيعي الذي نتلقاه نحن إذا لم نعرف كيف ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا أن نفهم كيف ندعو إلى الله بالحكمة ونسأل الله التوفيق لما